اسمحوا لي ان انا اشكر النجوم الغاليين. الناس دي ثروة كبيرة في قلبي، الناس دي وقفت جنبي، الناس دي عندي بملايين الدنيا، الناس دي يعني ما بيقولوا الصداقة كنز، فعلا هو كنز. انا عايزة اشكرهم لان لولا هم في حياتي ما كنتش النهاردة انا واقفة بسجل وموجودة ورجعت لشغلي، كان ممكن حياتي توقف، ولكن وجودهم جنبي ومساندتهم ليا خرجوني وخلوني النهاردة أكون معاكم وأكون مع جمهوري وبرنامجي. أنا بشكركم، أنا بحبكم كمان صديقة جدع قوي قوي يا فوز، أنا بحبكم بجد بجد. لا أنت من أجدع الستات اللي ممكن حد يقول عليهم، وأنت بتقفي جنبنا وقت الشدة، في ظهرنا موجودين ولا مش موجودين، فثقي إنك أنت كمان كل الخير اللي بتعمليه لازم يتردد. لو فقدتي واحد عندك أربعة هم. أنتوا غاليين وأنتوا من أغلى الناس، وانا بشكركم بجد، وعايزه اقول ان انتوا منورين المهرجان، يعني شياكه وجمال. انت المره دي طبعا عارفين ظروفك فسايبين يعني، بس انتوا دايما انتوا شدتكم. انا بعطيكم هديه على هالحلاوه على هاي الخير. دايما دخل التمثيل وعنده فيلم، فيعني بعد كده الناس لو عندك فيلم كوميدي لازم. اول شيء اسمحي لي ارحبهم، اجمل الجميلات اجمل الجميلات واحلى الحلوات واغوى الغاويات وانسق المنسقات، واللي حبيناهم وتعودنا على افلامهم وعلى تمثيلهم وعلى عطائهم وعلى ثقافتهم وعلى فكرهم وعلى ادبهم وعلى رقتهم وعلى جمالهم، من مصر ومن لبنان الحبيبه ارحب بكم، وهي بلادكم ومكانكم، ولنا الشرف الكبير انكم موجودين عندنا. اما انا ابو الخير تحت امركم في اي شيء تبونه من الامارات، حفظكم الله. حبيب وصلت الشريط، هو بيعزمكم على الفيلم، الفيلم بتاعه، والف مبروك الف مبروك. ان شاء الله. يعني احنا طبعا سعداء باهل الامارات انهم بيرحبوا بنجوم مصر، وانتوا صوره مشرفه لمصر، ويمكن المهرجان من غير نجوم مصر ما بيبقاش مهرجان، ويمكن احنا بنفتقد لما بيبقى مهرجان ما فيش فيه نجوم مصريه بيبقى يقول لك الدوره باظت. لا ده من ذوقهم بس، لكن هم طبعا بيعملوا مجهود كبير جدا، وبنشكرهم على الدعوة الكريمة دي. وعايزة اقول لهم ان برضو مهرجان دبي فيه تطور كبير جدا جدا طول الوقت، وسعيدة بعرض فيلم حبيبة قلبي، وببارك لك وبقولك الف مليون مبروك، تستاهلي من نجاح لنجاح. مهرجان ولا الالهام ده لسه. اول حاجة بوسي اتكلمت عن الصداقة، بوسي كانت لازم تطلع معايا مهرجان لندن، بس لظروف طبعا مرض النجم الكبير الله يرحمه محمود عبد العزيز، في نفس اليوم دخل المستشفى اعتذرتي، بس انت كنت طالعه معايا، ويسرى وايناس وهلا، يعني برضو دول الاصدقاء الحلوين دول هم اللي سندوني وجم معايا وكانوا موجودين معايا يوم الفيلم لندن، وحاسه ان انا معايا اصحابي وهم عيلتي وهم. انت كمان من اجدع الستات اللي موجوده النهارده. واحده بتقول ازاي انتوا الاربعه مصاحبين بعض وما بتغروش من بعض وما بتحقدوش على بعض؟ قلت لها عشان احنا من جوه حلوين. نفس السؤال ده لما شافوا صورنا في لندن قالوا لي هم بجد بيحبوكي، يعني هم جايين معقول وانتوا فنانات وجايين ويقفوا معاكي ويشوفوا الفيلم؟ الناس انا شفت الفيلم مع إلهام في لندن وفي مصر في الافتتاح وفي يوم العرض الخاص، والنهاردة أنا أستطيع أن أنا أسمع الحوار، بس حابة الفيلم وحابة يوم للستات، لأنه فيلم علامة إن شاء الله هيكون من العلامات في السينما المصرية، والمنتجة الجميلة الشجاعة دي اللي مكرسة نفسها وكل إمكانياتها عشان تعمل سينما جميلة وسينما صادقة وسينما بتدافع عن المرأة. الستات بالمايوهات البكيني من فضلك. الناس تحب ده كانوا بالبنطلونات والبلوزات، ما يعجبكيش هنسيب لك الفيلم. عجبني جدا بس انا عاوزه بقى بالمايوهات البكيني. الناس تحب تثير الجدل دايما وعايزه تعمل لنا مشاكل يعني. كلنا بقى الشياكه اللي هي لابساها دي، عايزين بقى نعرف كل واحد لابس. بص النهارده يسرى وانا لبستنا الصديقه ليد اس دبليو 1 ده المحل هنا، وده الكسندر. لا لا ده لبناني، ده لبناني. مش عارفه هي قالت لا اي ثينك. طب ممكن نصور الفساتين، لكن انا عارفه ان الهام وهاله هويده بريدي وهويده موجوده لسه واقفه هنا. يا هويده تعالي، هويده هويده لا تعالي، علشان احنا بنتكلم عن
وميساء معانا كمان القسم ده. حبيبه قلبي تسلمي لي يا حبيبتي تسلمي لي. الست الحلوه دي هويده بريدي هي اللي عامله لنا الفساتين الشياكه دي، يعني انا وهاله وميساء صح؟ وانا كمان هويده بريدي. يعني طبعا انا هاجي للقسم ده، بس الاول هشكر او الموجوده المصممه بتاعتكم، يا ريت برده تكون معانا. عندها بوتيك، عندها بوتيك بياخد كل البراندز الكبيره قوي، الكسندر ماكوين، اليسا، بزهير مراد، كل الناس الكبيره قوي العالميه. لا لا لا، احنا عندنا بقى هنا الديزاينر، هي اللي صانعه الحاجات دي. هويده تقولي ايه النهارده؟ ميساء وهاله وانا والهام ومين تاني لابسينها؟ نينا مغربي، نينا اختها لميساء، وفي كمان الاعلاميه زينه يازجي، وفي الاعلاميه لانا الجندي. اليوم انا كثير مبسوطه، مبسوطه فيكم، يعني طاير عقلي انه حضرتكم بدبي. بس مين؟ طبعا طبعا بس هويده. طبعا حبيبتي هويده، مين اللي مصمم الفستان الحلو ده؟ ميساء. ميساء وسوسن برحب بيكي وبحييكي على ال ثانك يو سو ماتش. هن الحلوين اصلا، شو ما بيلبسوا بيطلعوا حلوين. هيدي مش مني انا، الكل بيعرف هذا الشيء. انت اللي اخترت لهم ولا هم اللي اختاروا؟ بصراحة ما فيني اقول انا اللي اخترت، لانه هيدا شيء مشترك. لنا كل حاجة. انت بتحبي تختاري لنفسك ولا تحبي حد يديك فستان بتلبسه بيليق عليها؟ لبست كل المحل كله كان لايق عليها.